قبل كل شيء السلام عليكم. اسم ديالي عبد الواحد، السكنة كان نتواجد هنايا في دوار خربوش الدار البيضاء، كنخدم بكتافي كنخدم في البني. وقع لي هذا المشكل، الحمد لله حمدنا ربي وشكرناه. المشكل هو كنت خدام واحد البناي، هذاك البناي عنده لا اوراق لا والو، ما عندوش لاسورانس. كنت طالع في السلوم، وصلت السلم الثالث وانا كنحس براسي طحت على هذيك الجراه اللي كتشوف راه مفرقع من التحت، وتفرقع عليا الظهر، عندي 24 غرزه فيها. ايوا اش غنقول لك، ملي طحت هزني هذاك البناي، داني في لابيلانس لحني في بن رشد. حنا عام وحنا كنعانيو، تقريبا عام وحنا في بن رشد. ملي خرجنا من ميريزكو قالوا لنا خاصكم ديروا الترويد، ما خرجنا درنا الترويد في السبيطار ديال العمومي، وعندنا الراميد. والمهم قال لي الطبيب راه عندك امال باش توقف على رجلاتك، ولكن ما الترويد ما دار معنا والو. لخطانا لقينا شي محسنين الله يجازيكم بخير، لا مول الخدمه ما دار معنا والو. من النهار الاول من الليله حنا في مريزكو ما بقى يسول فينا ما والو، من هذاك النهار ما بقى يسول فينا ما حتى شي. المعاناه ديالي يا بنتي، من اللي طحت وانا كنعاني، ما كاين حتى شي واحد اللي كيدخل عليا خبزه. عام وحنا في مريزكو لخطانا المحسنين هما اللي كاينين بينا. حاشاك البول ما كندير حتى شي حاجه، البول لخطاني هاد التيو هذا هو اللي كنبول به، هانتوما كتشوفوا. وليكوش هانتوما وسميتو كندير ليكوش، ويعني اش غنقول لك، هاد المراه هي اللي واقفه معايا الله يجازيها بخير. الا ما كانش هاد المراه هادي راه ما كاين حتى شي حاجه، هي اللي كتقلبني وهي اللي كتدورني، هي كل شيء منها. حاشاك حتى من الغائط ما كندير حتى شي حاجه، الا ما كانتش هي ودارت اللي قالت وسرحاتني ما كندير حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا الطلب ديالي اش غنقول لك، كنطلب من المحسنين يوقفوا معايا الله يجازيهم بخير. لكن شي محسنين، وكنطلبوا من اي واحد شافني ويتواصل معايا ويشوفني ويعاونني. انا راني مولا وليدات، عندي ثلاثه الاولاد، حتى شي واحد ما يدخل عليا حتى شي حاجه. انا كنطلب من المحسنين ومن المغاربه كاملين اللي كيشوفوني ما يتخلاوش عليا الله يجازيهم بخير. الله يرحم الوالدين، ولا لا يبين شي واحد شي ضر في الصحه ديالو، يوقفوا معايا باش يديروا لي الترويض. راني عندي امال باش نوقف على رجلاتي. انا بغي اليوم كنطلب على الترويض باش نعود نمشي على المرحات، حتى انا بحالي بحال عباد الله. هادشي اللي كنطلب من عند الناس. سبحان الله يرحم الوالدين الله يجازيهم بخير. انا المراه ديال اختي، الاسم ديالي نزهه، كنسكنوا في دوار خربوش الهراويين. المشكل هو كيمشي يخدم كما ملي كان صحيح، كيمشي يخدم مع هاد السيد ديما فيما كيحتاجو، كيمشي عنده خدام معاه. مشى خدام مع الصباح، حتى جاتنا الاخبار مع ديك العشرة، هزوا الدلاح في السبيطار. قالك انا نوقف معاه، انا ما نفوتوش، انا هادي احنا ما دعينا ما والو. لا احنا في بن رشد من تم، وانا كنعاني معاه، كنمشي ونمشي بوحدي. كان خرجته من بن رشد جبناه هنا للدار، رجع تاني مرض، هزينا تاني للسبيطار. عام وانا نعسى معاه في ميريزكو، دابا يلا مخرجاه، دابا كنتبع عليه الترويد، كنديه دافع به من هنا للسالميه، بعيد منا شويه كنديه دافع به بالكروسه، كيديروا ليه الترويد. واني ما حتى حاجه، ماشي ماكينه والو. خمو الخدمه ما دار معنا حتى شي حاجه، ما بقاش كاع سول فيه والو، بقى سول شي. ملي مشيت ليه قال لي سيري لا فوتي المخزن ليه. وانا دابا نيت مشيت عند المحامي هذا، قال لي خاصك تجيب لي الشهود، خاصك هادي. جريت تاعيت قلبت تاعيت والو، ما كاين حتى شي حاجه. كان عاني اختي بزاف، الاولاد ما نكذبش عليك تمحنت بزاف. انا دابا ولا يضرني صدري بداك الزان ديالو، كندور وكندير لي ليكوش، من بغي نمشي نخدم ما تصيبيش كيفاش ديري لي، خاصك كل ساعه تعطي القرعه فاش يبول. الميناج عند الناس فاش ما كان كنمشي، كيبقى بحالك بوحدو. دابا هو كيطيب كان لما قلبتيه ما يتقلبش، نهزو بوحدي كندي الترويد، كندي يومين في السيمانه عنده الخميس والثلاث. مكرفصين بزاف، ما نقولش لك اختي مكرفصين بزاف كاع، ماشي الدراري تعقدوا مرضوا، وكان مولفين واحد الطبيعه خايبه، كان ضارب علينا ما نقولش لك، ضارب تماره، وكان هازنا، كان راجل ديال القلب، ما عمر خير نساه. وانا كنقولها ونعاود نقولها، راه ما عمرني ما نتخلى عليه. كنطلب من الله والمحسنين غير الصحه ديالي، وباش نكون معاه وباش نهزه. هادشي اللي كنطلب. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير.